السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمله مع بعض كنافه الكب كيك او كنافه القوالب. فكرتها سهله وبسيطه وطعمها تحفه وهتعجبكم قوي. بصوا شكلها النهائي، يلا بينا بقى نعرف مع بعض عملناها ازاي والطريقه بتاعتها سهله وبسيطه. نبدا ونقول بسم الله. معانا هنا الكنافه بتاعتي، نحطها في الفريزر. طلعتها يا دوب سبتها شويه كده، وزي ما شايفين هي بقت معايا اتكسرت معايا بسرعه، ولو عايزه تكسري اكتر من كده ممكن تفرميها في الكبه. يعني تعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا برضك بحاول كده لو اي حاجه برضك يعني بكسرها اكتر. وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب السكر المطحون هضيفه عليه كده شويه منه واقلبها بقى فيه. بحاول اشرب الكنافه كلها من السكر البودره كده عشان ما تبقاش حته يعني فيها سكر وحته لا. ومعايا بقى السمنه بتاعتي، انا سيحتها كده على النار وهضيفها عليها. طبعا طعم السمنه بيفرق، لو انت هتحطي سمنه بلدي هتبقى طعمها احلى حسب نوع السمنه طبعا. قلب بقى كده حلو قوي كل ده نشربوه ببعض. وهبتدي بقى اجيب القوالب بتاعت الكب كيك بتاعتي، وهبتدي احط بقى كده الكنافه هنا. مش بملى بقى الكب كيك كله لاني لسه هضيف عليه تاني حاجات. احنا هنعمله مع بعض كمان القشطه الكدابه. بحط المقدار كده اللي انا حاسه ان انا لسه طبعا هيبقى في مساحه تانية في الكب كيك. هبتدي بقى اضغط عليه، في طريقتين بقى للضغط عليه، يا اما زي ما انتم شايفين كده برطمان او بايديا كده اضغط عليها على قد ما اقدر كده عشان تتماسك مع بعضها كلها لما احطها، واما اعرف اطلعها ما تتفرفتش معايا. اهم حاجه بقى اللي انت تضغطي عليها، شايفين شكلها عامل ازاي كده. ضغطت عليها كلها وخلصت القوالب بتاعتي. هبتدي بقى اشتغل في الكريمه بتاعتي بقى، حتى هنا لبن كوبايه لبن، واحط هنا معلقتين نشا ومعاهم كمان معلقه صغيره فانيليا، وهقلب بقى كل دوت واحطه بقى على النار لحد ما القوام بتاعه يتماسك. وبعد كده هضيف عليه تاني، هضيف عليه معلقه قشطه. المعلقه دي اختياري يعني، لو عايزه تحطيها بتدي طعم طبعا وبتعزز الطعم بتاعها وبتخلي الطعم احلى طبعا بكتير. هجيب بقى القوالب بتاعتي وابتدي بقى احط الكريمه. بردك هبقى عامله حسابي ان انا لسه هحط طبقه تانية من الكنافه، يعني مش حامله القالب لاخره. الفكره بتاعتها سهله قوي، وفي افكار كتير قوي للكنافه. وفي طبعا عارفين الكنافه بالفنجال او الكنافه في الكوبايه، كل ديت نفس الفكره. بس طبعا الكب كيك معايا هنا سهله قوي لانك هتدخليه وتسويه بيه، وكمان عملت لها حشو في النص، وعلى حسب ما انت عايزه تنوعي في اختلاف الحشوات طبعا هتحطي. ابتدي بقى احط الطبقه الاخيره بقى اللي انا سايبه طبعا من الكنافه. الطبقه ديت هحطها كده على خفيف ومش هضغط عليها قوي طبعا عشان الكريمه اللي في النص. بس لازم بردك هنعمل لازم هسويها كده بايديا وهدخلها وهضغط عليها ضغطه بسيطه. حطها بقى في الفرن بتاعتي بقى واستنى لحد ما تستوي معايا كده. وده المنظر النهائي بعد ما استوت. طبعا هحط عليها بقى عامل السيرب بتاعي. طبعا سيرب الكنافه كلنا عارفين ان هو بيبقى مركز شويه مش خفيف، يعني لو حطيتي معلقتين كوبايتين سكر هتحطي معاهم كوبايه ونص ميه مثلا، وهتحطي معاهم عصره الليمونه وشويه فانيليا صغيرين. طبعا بشرب الكنافه كلها حلوه قوي كده بالسيرب بتاعي او بالشربات.
وهقلبها بعد كده بقى في الاطباق بتاعتي او في القالب اللي انا هقدم فيه. وزي ما انتم شايفين كده المنظر النهائي بتاعها، عملنا كنافة بحشوة الكريمة او الكريمة الكذابة. هحط بقى ايه؟ بحط كده ده السوداني انا طحناه، يعني هحطه على الوش بقى. لو عندك اي حاجة عايزة تحطيها، فستق او مكسرات او اي حاجة حطي، هتدي منظر حلو وتدي طعم طبعا للكنافة بتاعتنا دي. فكرتها طبعا الفكرة بتاعتها سهلة وبسيطة. عملت بردك حاجات تانية كده معاهم بس انا ما صورتهمش، ان شاء الله هعملهم معاكم في فيديو تاني. عملت الكنافة بطريقة تانية سهلة وابسط مما تكون يعني. وعملت كده صينية جلاش، بصوا كده شكل الكنافة النهائي الاول. طبعا القوالب دي بتسهل ان انت بتمسكي الكنافة كده بتحطيها يا دوبك ايه بتطلعي وتقطعي منها، بتبقى سهلة جدا. بصوا كده شكل الكنافة من النص. طبعا انت ممكن كمان تعملي حاجة تانية، ممكن تحطي الكنافة تاني تاخد الوش التحمير اللي من بره يعني تحت الشواية كده بسيط. انا اكتفيت بقى كده وما حطيتهاش تحت الشواية. بصوا بقى الطبقة اللي في النص بتاعت الكريمة بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان الكنافه طعمها بجد جميل جدا وخفيفه وطعمها تحفه. الجلاش بتاعي بقى انا عملته كده يعني الصينيه وقطعتها وحطيته وحطيت حط عليه بس الشربات والكنافه. عملت كمان نوع تاني من الكنافه، قلت لكم ان الطريقه بتاعه الكنافه دي زي شايفين القرص دوت اسهل مما يكون. هعمله معاكم باذن الله مره تانية في فيديو تاني. والجلاش دوت انا حاطه الحشو بتاعه يعني سوداني وزند وسكر حاجات بسيطه قوي كده. واحط بردك ايه الشربات بتاعه. طريقه سهله وبسيطه. وعملنا كذا نوع بقى ينفع معانا بقى في رمضان. ولو عندك اي ضيف جايلك هتقدمي بقى حتت الجلاش مع الكنافه اللي هي الكب كيك ديت. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، كنا عملنا مع بعض حاجات حلوة كده في أيام رمضان الجميلة وأفكارها سهلة وبسيطة والطريقة سهلة ومش مكلفة برضك. أشوفكم بقى إن شاء الله في فيديو جديد وطريقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.